ابو حميد سوق امه، قلت لك بلكها البنت قاعده تضحك علي. نشرة اخبار السعوديه، السلام عليكم. اعزائي المتابعين، للاسف لسه ما في سبونسر للحلقات، قهر. فالى الان السبونسر الحلقات هو انتو، لما بتحطوا لايكات بتساعدوني اضبط الاستوديو وبتساعدوني. شوفوا جبت طاولة شطرنج وجبت الجمل هذا كمان، شوف يا سلام، ما احلاه ما احلاه. كل ما تحطوا لايكات كل ما نظبط. شفتوا 50,000 لايك حتلاقوا شجرة ثانية جنب الشجرة هذه انحطت، 100,000 لايك حتلقوني ببدلة، 200,000 لايك استوديوهات ام بي سي هنا حقلبها في المقر، الشاشات ودلع. الخبر الاول عندنا اليوم، الذكاء الاصطناعي يصمم حمامات للبراندات العالمية. اكلنا الذكاء الاصطناعي ده بياخذنا لوين اعزائي المتابعين؟ انا عارف دحين هذه راح تصير الموضه، بدل ما تروح للسباك تشتري كرسي الحمام حقك ب 500 ريال تشتري دحين ب 50,000. انا ما عندي فلوس اشتري تيشيرت شانيل، تبغاني اشتري كرسي الحمام حق شانيل؟ وبعدين ليه يعني؟ ليه؟ ايش حيصير لو جبت الكرسي حق لوي فيتون؟ عطور يا تيشيرتات بس يبونا نضيع فلوسنا. الواحد خلاص يا اخوان ما ينفع الكلام ده. صح نسيت اقول لكم موضوع جدا مهم اليوم، ما في بسبوس في الحلقه، بسبوس اختفى. شطحنا عن الخبر شويه، ما خلص الخبر. الخبر الثاني، بسبوس اليوم يا اخوان معاقب. لا والله من جد يا جماعه الخير، بسبوس قرر انه يفجرها في الغرفه. اقول لكم يا جماعه الخير، هذاك اليوم اخش الغرفه انا شامم ريحه، الريحه هذه مو غريبه علي، ريحه معفنه. اشمشم يمين ويسار طالع في زاويه الغرفه، قد كده انا ما ادري كيف بسبوس قد كده. فيوسفني اقول لكم انه بسبوس معاقب يا جماعه الخير، اليوم ما راح يكون موجود معانا، اذا كان مؤدب راح نشوفه ان شاء الله الحلقات الجايه. الخبر اللي بعده الخبر اللي بعده يقول كريستيانو رونالدو يفوز باول بطوله مع النصر. اخيرا انا قلت لكم يا جماعه الخير، محل البخاري اللي جنب النادي، الافغان اللي هناك كفل رونالدو الجرجير، انا قلتها ونظريتي طلعت صح، الولد اشتغل في النهائي شغل، الله اكبر عليك يا رونالدو. فالف مبروك لجميع الحمدونيين في العالم، وهارد لك لجميع محبين عبسي. حقون عبسي زعلوا مره من الخبر، هارد لك لكل الانديه الثانيه اللي مشاركه في البطوله. اللي بعده، لاعب كرة القدم العالمي فبنه لاعب نادي ليفربول سابقا ونادي الاتحاد حاليا يحصل على ساعة رولكس من احد الاعلاميين. شوفوا الفيديو يا جماعة الخير. كامبو ريان يدي اللاعب فابينو هدية. طبعا الاعلام الغربي لما شاف الفيديو قال لك شيخ سعودي، شيخ ماني بترول اويل. الارجو ما بين وفابينيو بدع في ذيك المباراه، وجاء صاحبنا طلع له الساعه كده طالع من يسار، شاف انه ما في احد في المنطقه، قال له خذ كذا كانه ناول له، لا تقول لاحد، كل احد، العالم كله يعرف عن الموضوع، واللعيبه قالوا لك نحن نجي السعوديه، فابينيو رفع سماعات على زملائه في ليفربول، يقول لك محمد صلاح يفكر يجي الاتحاد ليه؟ فابينيو قال له يا ابن الناس الموضوع فيه له رولكس، اركب طياره وتعال الاتحاد يا كبير، دول عندهم فلوس، العرب دول فلوس، حسبي الله ونعم الوكيل يا جماعه. وهذا يودينا للخبر اللي بعده، نيمار يصل للسعوديه، يا الله يا اخوان، انا السلام عليكم. شو هذا الكلام؟ انتم متخيلين؟ انا قاعد اقولها كذا بكل برود، يعني نيمار يصل الى السعوديه كانه خبر عادي. نيمار جاء السعوديه، الف مبروك لنادي الهلال انه حصل على اللاعب، انه حصل على خدمات اللاعب نيمار دا سيلفا دا جونيور سانتوس. انا خلاص فقدت الاحساس في المواضيع دي، انا لسه ما تعافيت من صدمه رونالدو. كريستيانو عندنا في السعوديه يا اخوان، بعدين يجينا بنزيما، وبعدين تجينا سلسله لعيبه كذا محترمه، كونتي ورياض محرز، بس كمان جينا نيمار؟ لا يا اخوان، ايش قاعد يصير في الدوري السعودي؟ من جد استر يا ستار، اخبار استر يا ستار. الدوري السعودي السنه هذه حريقه، اصلا في لعبه الفيفا يقول لك اللعيبه ما عاد صاروا يختاروا الانديه الاوروبيه، ليفربول وريال مدريد باريس، ايام زمان اللي كانوا يجننونا يختاروا باريس كل شويه، امبابي ميسي ونيمار، ابو يرحم امي، اكره الخصم ذا اللي كل شويه يلعب لي بباريس، غش اصلا غش، فريقه مره قوي كان، دحين اقول لك لعيبه الفيفا كلهم لما يلعبوا فيفا خلاص يختاروا الاتحاد، الهلال،
النصر، كل اللعيبه صاروا عندنا اخوان، الموضوع جنان. اخبار استر يا ستار، الله عليك يا عمر، الله عليك على اخبارك الحصريه اللي كل العالم يعرفوا بيها. نروح الخبر اللي بعده. نطلع من جو كرة القدم ونروح لليوتيوبرز في عالم اليوتيوب. ابو فلة يفجرها، حجر ورق مقص على سيارة. ابو فلة يا جماعة الخير سوى مقطع مجنون صراحة، مقطع رهيب، انا شفته انا جدا استمتعت فيه. صاحبنا ابو فلة قرر يسافر الينا الرياض ويروح منطقة البوليفارد المشهورة دي اللي فيها كبيرة كده فعاليات وبنتات، منطقة كبيرة، وقال لك اول واحد يلاقيني في المنطقة دي ياخذ سيارة. ايش قاعد تسوي يا ابن الناس؟ ما شاء الله تبارك، هديها، صعبت المهمة علينا، الواحد صار ما عنده فلوس، كيف نجيب للمتابعين الحين سيارات نحن؟ الله مستعان. المهم طبعا ابو فلة قرر يسوي حبكة كرياتيفيتي، انه انا حينزل البوليفارد هو واول واحد حيلاقي حياخذ السيارة، لكن لا راح يكون متخفي. وصاحبنا الذكي الذكي ابو فلة لما قرر يتخفى قرر يلبس اللبس ده يا اخوان. ايش ذا يا ابوي؟ الهدف كان انه يبعد الانظار عنه، هو كذا جلب كل الانظار. احلى شيء في الموضوع انه نحتته من ورا طالعه. هو طبعا بطبيعته اول ما طلع كل المتابعين قفطوه، قال لا وقف كذا، انت السياره مين بالضبط؟ كلهم عرفوا ان انا ابو فلة، فسوى كذا حركه، بدل لبسه مع لبس واحد، والواحد هذا نزل وشتت الجماهير والناس وصاروا متجمعين حوالين ابو فلة الكذبي. وابو فلة راح من ورا كذا وقرر برضه مره ثانيه يتنكر بنفس اللبس الفضيحة، ولا قاعد يتمشى في البوليفارد رافع الكاميرا. ابو فلة انت كيف تفكر؟ غير انك لابس اللبس ذا ونحتتك من ورا طالعة اللي اقدر اعرفها من اخر الدنيا، ماشي وشايل الكاميرا، لا يا شيخ، على اساس ما حد حيعرف انك ابو فلة؟ ما في انسان طبيعي ماشي ورافع الكاميرا كذا ويتكلم معاه في نص البوليفارد، ما في. فالنهاية في اثنين قفطوه في نفس الوقت وقرر يلعبهم حجر ورق مقص، وبعدين واحد منهم فاز في الحجر ورق، هم ما يعرفوا بعض، ما يعرفوا بعض، واحد منهم فاز في الحجر ورق مقص واحتفل كذا وكلهم فرحوا. بعدين قرر يسوي حركة أنا متأكد إنها في عقله كانت أحسن، قرر إنه يبيع السيارة ومبلغ السيارة نص بالنص مع الشخص الثاني. تفضل. الله كريم. لله ما يخسر شيء اليوم. الرجال راح نقسم قيمة السيارة أنا والرجال. ها؟ شكله بعد ما قالها، هو لما قالها قالها بكل فخر، انا قررت اقسم مبلغ بالنص بيني وبين هذا الرجال. ندم والله، مسكين ندم يا جماعة. انا شايف في عيونه الندم، بس خلاص قيدوا اعلنها، فجرها، ما في سبيل للتراجع. الله يعطي العافية بصراحة على المبادرة الطيبة. وهذا درس نتعلمه أعزائي المتابعين، إنه الواحد لا يوعد في ساعات الفرح، إذا كنت فرحان مرة لا توعد، الله وزع عليكم كلكم، لا 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 انتبه انتبه حتندم. بس برضه الله يعطي العافية يعني. شكرا ما قصرت. الخبر اللي بعده. انخفاض بنسبة 82% لمستخدمين برنامج ثريدز. سمعتوا عن برنامج ثريدز؟ ايوه، تويتر حق الانستغرام. عشان اشرح لكم الموضوع خليني احكي لكم القصة اللي صارت. عندنا ايلون ماسك اللي هو رئيس تويتر، وعندنا مارك اللي هو رئيس فيسبوك، وفيسبوك طبعا تحتها انستغرام، تحتها فيسبوك، تحتها انستغرام، واضح اني نسيت اسماء البرامج الثانية. ايلون ماسك حق تويتر ومارك تبع انستغرام، حلوين؟ هذول الاثنين مليارديرات، ناس عندهم فلوس وخير الله. في يوم من الأيام قرروا هذول الاثنين إنهم يتضاربوا مع بعض في حلبة من جد، وأعلنوها، هم مجانين. تعرف لما يكون عندك فلوس مرة كثير تصير مجنون؟ هم بالضبط كذا مجانين، قالوا حنتضارب مع بعض. فلا كذا إنه تويتر ضد إنستغرام، الرؤساء ضد بعض، مين حيفوز تويتر ولا إنستغرام؟ فاهمين الفكرة؟ هم أعلنوها راح تصير فيه مضاربة، بعدين صارت تحديثات بخصوص المضاربة، هي لسه ما صارت. واحد منهم قال لك أنا بسوي عملية، والثاني قال لك مستنى أنا بتدرب شوية، يعني الموضوع واضح إنه مطول حق المضاربة. بس مارك تبع إنستغرام سوى حركة خبيثة، بدأ المضاربة الإلكترونية لما طلع تطبيق ثريدز. تطبيق ثريدز هو نسخة طبق الأصل من تويتر، نفس الفكرة، وفي ساعات بسيطة عشرات الملايين من المستخدمين حملوا ثريدز وسووا حسابات، وصار ثريدز هو الهبة. حتى أنا سويت حسابي يا جماعة القيرة بألحق الهبة، وفجر حسابي وصل تقريبا 100,000 متابع في ساعات. جنان الموضوع، صار جنان، ومستخدمين تويتر فجأة كلهم قلوا، وإيلون ماسك التزم الصمت، ما تكلم، قاعد يتفرج على الموضوع كأنه كان عنده خطة. وعشان نختصر اللي صار يا جماعة الخير، شفتوا الهبة اللي صارت على ثريدز وعشرات ملايين من المستخدمين وما ادري، بعد كم يوم كلهم سحبوا على التطبيق.
انا اولهم. استخدم ثريدز اول يوم يومين بعدين حذفته، ما حذفته بس خلاص ما عاد صرت استخدمه خلاص، لانه نفس تويتر. يعني ليش يكون عندي اثنين تويتر؟ خلاص تويتر واحد. هذا كان لسان حال المستخدمين في ثريدز، يقول لك 82% من الناس ما عاد صاروا يستخدموا بشكل فعال زي ما اول ما نزل والتطبيق انسحب عليه. هل راح نشوف ريمونتادا وكمباك من تطبيق ثريدز من مارك، ولا راح يكون الرد في الحلبة لما يتضاربوا؟ انا بصراحة مرة متحمس للمضاربة. وبس يا جماعة الخير، كده نكون وصلنا لنهاية نشرتنا الإخبارية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. لايك يساعد القناة مرة كثير عشان برضو نسوي لكم شجر كده ونظبط لكم الاستوديو. وإذا ما أنتم مشتركين في القناة سبسكرايب. أعزائي المتابعين، أنا عمر عبد الرحمن، نلقاكم على خير. سلام عليكم. إديتر نفس المرة الماضية سوي الحركة حقتنا. أوكي. كده ثلاثة بس أسرع، ها أسرع. خلاص.